جب صبح ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. سورج نکلے تو یہ دعا پڑھیں، الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. شام کو یہ دعا پڑھیں، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. صبح و شام پڑھنے کی ایک خاص دعا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سوتے وقت پڑھنے کی دعا، اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك. يا یہ دعا پڑھیں، اللهم بسمك أموت وأحيا. جب سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھیں، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. جب بیت الخلاء میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اور جب بیت الخلاء سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. جب وضو کرنا شروع کریں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب وضو کر چکے ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.